رعت سمو الأميرة ريم علي أمسية الإعلام الأردني الألماني التي أقامتها مؤسسة دولتشي فيل الألمانية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومديرة مكتب فضائية نورسات الدكتورة باسمة السمعان. وتم خلال الأمسية تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية. التفاصيل في التقرير التالي. برعاية سمو الأميرة ريم علي، نظمت المؤسسة الإعلامية الألمانية دوتشي فيلة أمسية إعلامية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والمديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات في الأردن ودول شقيقة وصديقة، وذلك في إطار الشراكة وتعزيز آفاق التعاون بين الإعلامين الأردني والألماني لا سيما في مجال الإعلام. واشتملت الأمسية على كلمات وعروض فيلمية للشركاء الأردنيين وفقرات عربية أجنبية مختلطة. وقال الدكتور المومني خلال الحفل إن الكفاءات الصحفية والإعلامية الأردنية أثبتت حضوراً إقليمياً ودولياً لما تتمتع به من التزام بمعايير الحيادية وأخلاقية المهنة جنباً إلى جنب مع الاحترافية في الأداء، مؤكداً أن ما يشهده الإعلام الأردني من حرية مسؤولة يعد مدعاة فخر واعتزاز. الشراكة بين مؤسسات الإعلام الوطني ودويتشي فيلا تؤشر بوضوح على الاحترام والقدرة المهنية العالية لمؤسسات الإعلام الوطني، وهذا يدل ويؤكد المستوى الإعلامي المهني المتميز لإعلاميين وصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية. الأردن كان دائماً يتمتع بمستوى من الانفتاح والحريات الإعلامية، وهذا أدى إلى استقطاب المؤسسات الإعلامية لكثير من الإعلاميين الأردنيين وأيضاً رغبتها بالحضور في المشهد الإعلامي الوطني وللعمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية. هي مؤشر واضح بتقديري على الكفاءة والمهنية العالية لمؤسساتنا الإعلامية ولإعلاميين وصحفيين. من جانبه قال مسؤول الإعلام بالسفارة الألمانية بعمان خايم شبيربرغ إن مؤسسة دوتشي فيلا نشطت منذ السنوات الثلاثة الماضية في مجالات عديدة أبرزها تطوير وسائل الإعلام في الأردن، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون وتطويره بشكل أكبر مع جميع الشركاء بغية تطوير وسائل الإعلام في العالم. ومن جهتها أثنت مديرة التسويق لمؤسسة دوتشي فيلا سارة هاشم على المستوى الإعلامي المتميز في الأردن، وقالت عندما يذكر الإعلام يفكر المرء بالخبر والسبق والصورة، واليوم جئت من ألمانيا للحديث عن الشركاء الإعلاميين في الأردن لما لهم من دور رائد في إيصال رسالة مؤسسة دوتشي فيلا الإعلامية للأردن والوطن العربي. جئتكم اليوم ألمانيا لأحدثكم عن جزء من حياتي اليومية، عن شركائي المميزين جدا جدا من الإعلاميين المحليين هنا في الأردن. عقول مستنيرة تؤمن بضرورة تعدد الطرح واختلاف الرؤى، قلوب فتحت لنا أبوابها قبل أن تفتح لنا أبواب مؤسساتها ودعتنا للتعاون. وفي ختام الأمسية سلمت الأميرة ريم علي دروعاً تكريمية للشركاء الأردنيين مع مؤسسة دوتشي فيلا والذين يمثلون الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في المملكة.